قدموا من مختلف أنحاء المملكة، غايتهم واحدة، خدمة ضيوف الرحمن، يجرون آخر استعداداتهم للانطلاق في عملية مسح موسع لهذه المنطقة لتنفيذ عمليات الإرشاد في يوم عرفة. شيء جميل إنه خدمنا الحجاج، وكان يعني القادة اللي كانوا معانا هيئونا بيئة السكن، بيئة التعلم، والخرائط اللي قدموها لنا، فكان يعني أشياء محفزة لنا. اكتسبت منه البشاشة، الاقتصاد، الصدق، الأمانة، هذا كلها قانون في الكشافة. سعد الفرج علم من أعلام الحركة الكشفية السعودية، أكثر من 40 عاما قضاها في هذه المعسكرات، يحمل رسالة نبيلة، بناء جيل قادر على العطاء وخدمة البلاد. الكشفية مدرسة تربوية تعطي الطالب مجالا في الحياة في جميع المجالات في ميدان في المعسكرات. المعسكر قيادة برامج، قيادة ساحة، قيادة أفراد. عندنا التغذية، عندنا برامج، البرامج الكشفية سواء في الساحات الخارجية أو الداخلية، متابعة الكشافين، فتخرج قيادي يخدم وطنه. حرك المجموعة للطالع يا قايد. الالتزام أخذه على عاتقه طيلة هذه السنوات، يوجه ويغرس بذور الانتماء والتطوع الحقيقي. يرى أن الحركة الكشفية أحد أهم مدارس الحياة. لبرنامج صباح العربية، علي الشريف، مكة المكرمة.